بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وأصحابه الغر الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فبعد، مرحبا بكم في هذه الجلسة العلمية، وهي خاصة بمؤتمر المؤتمر 12 لكلية التربية الإنسانية في جامعة كريت، وعنوانه العلوم الإنسانية ورصانة البحث العلمي رؤى وتطلعات. وهذا المؤتمر هو برعاية من معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور نعيم العبودي، والأستاذ الدكتور وعد محمود رؤوف رئيس جامعة تكليت، وبإشراف كل من الأستاذ الدكتور سعد محمود حسين عميد كلية التربية والعلوم الإنسانية، والأستاذ المساعد الدكتور سياف عبد الحسين مدير مركز التعليم المستمر. نرحب بالزملاء الباحثين وبالأخوة الحاضرين المشاركين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الجلسة وما سيدور فيها والأعمال التي سيتلونها أصحابها هي خالصة لوجه الله عز وجل، وفيها من المنفعة ما يستفيد منه الباحث والمستمع الكريم. سنبدأ الجلسة وفق توقيتات وبرنامج وفق توقيتات زمنية لإدارة الوقت بالشكل المناسب لكي تكون هذه الجلسة ذات فائدة إن شاء الله، وهي كذلك بإذن الله سبحانه وتعالى. شكلا كلفت برئاسة الجلسة، ولكني لا يعني أسمح لنفسي أن أكون رئيس الجلسة، وأستاذي الأستاذ المساعد الدكتور سعد أحمد إبراهيم هو أقدم مني. بارك الله فيك دكتور، جزاك الله خيرا. عفوا، يعني استسمحه أن يتناول إدارة الجلسة، ومشكورا على ذلك. بارك الله فيك دكتور، جزاك الله خيرا، أستاذنا القدير، شكرا على هذه الإطراء والكلمات الجميلة، بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فأرحب ترحيبا طيبا للسادة المشاركين والحضور في هذا المؤتمر العلمي بكلية التربية العلوم الإنسانية، العلوم الإنسانية ورصانة البحث العلمي رؤى وتطلعات. حقيقة البحوث التي ستلقى جديرة بالاستماع والإنصات، ففيها أشياء جميلة تخص اللغة العربية في قسميها الأدبي واللغوي. ونبدأ مع الأستاذ المدرس المساعد حنان إبراهيم خضير الزبيدي من مديرية تربية نينوى ببحثها الموسوم التجديد الفني في شعر بشار بن برد. حقيقة التجديد الفني في شعر بشار بن برد من الموضوعات المهمة لدارس اللغة العربية عامة والأدب خاصة، فنرجو من الست حنان أن تعرف بنفسها وتذكر ملخصا عن بحثها، مشكورة، بارك الله فيكم، فتتفضل. ست حنان موجودة؟ ألو ست حنان؟ ما موجودة. ربما هناك خلل في اتصال مع ست حنان، إلى أن
تتصل معنا. دكتور انتقل الى دكتورة سورة. نعم نعم أيضا الباحثة الأخت الباحثة الأستاذ المساعد الدكتورة سورة طه ياسين من جامعة العراقية كلية التربية للبنات، وبحثها الموسوم رصانة اللغة العربية بين الماضي المجيد والمستقبل المشرق. حقيقة هذا البحث مهم للغاية، فهو يتكلم من عنوانه يعني المتخصصين عن رصانة اللغة العربية من نزول القرآن الكريم وما حدث في هذه اللغة من القراءات القرآنية ودخول الألسنة العجمية، ومن ثم المحافظة على اللغة في الماضي المجيد ثم في المستقبل المشرق بعد أن تطورت دلالات بعض الألفاظ. حقيقة مهم هذا الشيء في الألفاظ السياسية، فلسفية، العلوم الصرفة مثلا إلى آخره. فتتفضل الأستاذ المساعد دكتور سورة طه ياسين بالتعريف بنفسها ولبحثها، مشكورة. فتتفضل السادة الحضور. شكرا دكتور. السادة الحضور الكرام، يسعدتم مساء، يسعدني أن أكون في هذا المؤتمر العلمي الثاني عشر للعلوم الإنسانية، رصانة البحث العلمي ورؤى وتطلعات، في المنعقد في كلية التربية للعلوم الإنسانية جامعة تقريب. في البداية سوف أتكلم عن المقدمة. اللغة العربية تعنى بالفصاحة والبلاغة وفهم الجمل، كذلك القدرة على تصحيح الخطأ الحاصل من عدم معرفة الأدلة. إنها لغة مهمة من بين آلاف اللغات، وتعد اللغة العربية من اللغات التي تضفى عليها قدسية، وتحظى هذه اللغة بالإشادة في جميع فنونها وجميع الميادين. فاللغة العربية لم تتوقف عن النمو في زمن من الأزمنة، بل كثرت فيها الأفكار والفلسفات وتطورت العلوم معها. فكان بحثي الموسوم حينما طلعت على محاور المؤتمر، فوجدت أن أختار عنوان لهذا البحث وهو حول رصانة اللغة العربية، الماضي المجيد والمستقبل المشرق. فوضعت خطة تعالج هذا البحث، وهو المبحث الأول عن اللغة العربية من حيث التعريف والأهمية، والمبحث الثاني من حيث التطور التاريخي لهذه اللغة العربية، والمبحث الثالث حول العلوم اللغة العربية. وبعد ذلك ختمت البحث بقائمة من المصادر والمراجع. بس العفو دكتور، ممكن العرض؟ ايه تفضلي. العرض الباوربوينت. محمد زيد، تفضل دكتور. استاذ محمد. نعم. فالمبحث الأول تحدثت فيه عن عظمة اللغة العربية، وعن بيان وضحت ذلك بعد استشهاد بمجموعة من الآيات القرآنية الكريمة، وفي قوله تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، صدق الله العظيم. وفي سورة أخرى: إنا جعلناه قرآنا عربيا، والكثير من الآيات. وإذا كان للرسول صلى الله عليه وسلم يشجع أصحابه على تعلم اللغة العربية، فقال في ذلك: تعلموا العربية وعلموها الناس. وقوله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فاللغة العربية هي لغة القرآن الكريم. ومن هذه المكانة نجد أن اللغة العربية كانت هي الأصل والأساس عند العرب، وهي أصل اللسان العربي. وأيضا لو انتقلنا في الحديث عن تاريخ اللغة العربية عند الخلفاء الراشدين، أيضا كانت لهم أقوال. نذكر في هذا المجال قول الخليفة رضي الله عنه: تعلموا العربية فإنها من دينكم، تعلموا النحو كما تتعلمون السنن،
فالكثير من هذه المقولات ومن الآيات القرآنية التي تشير إلى أهمية تعليم اللغة العربية. وأيضا لو أخذنا بعض التعريفات الفلاسفة مثل الفارابي، فنجده يمدح اللغة العربية فيقول في ذلك بأنها من كلام أهل الجنة. وابن الجوزي قال إنها فضل القرآن من عرف كلام العرب. والكثير من الأقوال التي نجدها في هذا الميدان. كذلك الأستاذ مصطفى صادق الرافعي أيضا له مقولة حول اللغة العربية، وهي يقول في ذلك: تعلم العربية فإنها أصل العرب. والكثير من أقوال العلماء والباحثين في ذلك. فنجد من المستشرقين أيضا من اهتم إلى اللغة العربية قول ماري صراحة المستشرق أنا بدي أشوف الألماني. نعم دكتور. يعني ثواني بسيطة حتى سالم محمد يعني يعرض لك البوربوينت مالك. دكتور إن شاء الله دكتور، حتى العفو لو نهاية هاي هو نستعرض على راحتك. على راحتك. نعم أكسير ضاغطين على العفو، هسه راح يعلم يفهم شلون يعني بدء التعليم الآن. هسه نعم دكتور، أدوس أبلايس لو ستوب أبلايس. العفو دكتور، اللاني على من الهاتف مو من الحاسبة. استاذ سرى وياي. نعم دكتور. نعم دكتور، مع استاذ حضرتك سرى انتقل الى من نفس ملف الحاسبة. المحاضره، بس استاذ ملف المحاضره نعم وين ما وصلتي باشري بعرض الشاشه. تمام ملف المحاضره. نعم نعم تمام. أنا من التليفون دكتور مو من الحاسبة، يعني أريد البرنامج. ماكو مشكلة، بس افتح شكرا. الملف المحاضرة وصفح بشكل طبيعي يعني. تمام الله يحفظك. شكرا. بالموافقية. شكرا. الله يوفقك. ممتاز دكتور. ظهر دكتور. تقدرين تشوفين من ما وصلتي بعرض الشاشة. نعم نعم شكرا استاذ محمد. شكرا شكرا جزيلا. وأيضا يقول مجموعة من المستشرقين أن اللغة العربية هي موسيقى اللغة، ولا أستطيع أن أقول إلا أنها أن تكون إلا لغة أهل الجنة. فهناك الكثير من المستشرقين من أشاروا إلى، يعني وجدت أن أقوالهم هي تقترب من اقتباسات الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة. وفي ذلك يقول المستشرق الفرنسي لويس: استطاعت اللغة العربية أن تبرز طاقة أن تدخل جات الفكر، سواء كان ذلك في الاكتشافات العلمية والحسابية وصف المشاهدات أو خيالات النفس. فاللغة العربية هي التي أدخلت في الغرب طريقة التعبير العلمي، وهي من أنقى اللغات، فقد تفردت في طرق التعليم العلمي والفني والصوفي. وأن التعبير العلمي الذي كان مستعمل في القرون الوسطى لم يتناوله التقدم، ولكنه وقف أمام تقدم المعاني الجدلية والنفسية والصوفية. فكذلك يستطيع الإنسان عن طريق اللغة العربية أن يعبر عن ما في داخله من دوافع. فنجد يعني هنالك الكثير من الأقوال، يعني لو استعرضنا البعض منها سوف من المبحث الثاني الذي تحدثت فيه هو حول سبل تعلم اللغة العربية. أن يتعلم حفظ الكلمات العربية واستعمالها في الجمل. يبدأ الطالب في المرحلة الأولى بحفظ الكلمات، وبعد ذلك يتعلم في وضع سياقاتها المحدودة داخل الجمل. وأيضا المرحلة الثانية من تعلم اللغة العربية هي معرفة القواعد العربية ابتداء من الجملة الاسمية والجملة الفعلية، وكذلك من معرفة ما تبقى من الأمور النحوية.
وفي نهاية البحث إذا تكتسب اللغة العربية أهمية خاصة، فهي اللغة التي أنزل بها القرآن والرسالة السماوية والرسالة المحمدية. انتشرت اللغة العربية مع انتشار الإسلام في بقع المعمورة، وهذا شكل ارتباطا بين اللغة والدين، وهذا شكل من أشكال الترابط. واللغة العربية إذا لغة ثرية جدا، كثيرة المفردات دقيقة التعبير فيها، ففيها مثل أسماء لكل المراحل العمرية. اللغة العربية لها قدرة كبيرة على تعريب المفردات والاشتقاقات، وكأنها لغة عربية أصيلة. الجمل في اللغة العربية تتسم بمرونة التركيب وقابلية للتشكيل بأشكال شتى. وفي الختام، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك. شكرا دكتور سعد، بارك الله بك، الله يحفظك، جهود علمية واضحة. بارك الله فيك، جزاك الله خيرا. نرجو من السادة الحضور إذا كان هناك أسئلة لطرحها على الدكتور سرى فليتفضل، والمدة الممنوحة هي 10 دقائق. بارك الله فيكم. إذا كانت هناك أي أسئلة يود أحد الحاضرين طرحها على الدكتورة سرى فليتفضل. بارك الله فيك أستاذ سرى، بارك الله فيك دكتور. أعزائي المشاركين، كان لديكم مداخلة، يمكنكم وضع علامة رفع اليد لفتح المايك لاستقبال المداخلات والأسئلة. بارك الله بك. أستاذ محمد. دقائق. نعم دكتور، وياك. نعم، بارك الله فيك. فيك بارك. رفع اليد لإعطاء المجال للسادة الحضور. نعم دكتور. بارك الله حتى فيك. حتى يظهر عندي، حتى أفتح المايك أن نعم. لطرح السؤال أو المداخلة. نعم. الدكتور ننتظر 3 دقائق. إذا ماكو ننتقل للباحث الثاني. أعزائي الحضور، إذا أحد عنده سؤال فليرفع يده، علامة هناك موجودة لكي يمنح له الوقت لطرح الأسئلة. بارك الله فيكم. أعزائي المشاركين الكرام، هل لديكم أسئلة أو مداخلات أو البحث السادة سرى؟ دكتور بعد إذنك دكتور ننتقل للبحث الثاني. نعم، بارك الله فيك. بارك الله فيك أستاذ محمد. الأستاذ المساعد دكتور إسراء وجيه موجودة؟ ثواني دكتور، هسه ابحث عنها. نعم. اسراء شنو؟ العفو دكتور. اسراء وجيه، دكتورة اسراء وجيه خطاب، اذا كانت موجودة فتتفضل. عندي موجودة اسراء خالد. والله ثواني بس ادور دكتور أسراء، إذا موجودة تقدرين ترفعين وضع علامة رفع اليد. ما موجودة دكتور، لا بالعربي ولا بالإنجليزي. نعم نعم، بارك الله فيكم. المدرس المساعد حنان إبراهيم صغير موجودة؟ ثواني دكتور، حنان كانت موجودة بداية، يعني حاولنا نشغل العرب وبعدين ايضا ما موجودة دكتور، ما موجودة، كانت موجودة بالبداية لكن الان ما موجودة. نعم نعم. اذا بدورنا نحن، يعني اذا لم يعني يشارك احد الحضور لطرح الاسئلة. نعم موجودة.
لا دكتور حنان، هذه دكتورة إيمان إبراهيم خضير تقول أنا حنان. دكتورة إيمان إبراهيم أعتقد داخلها يعني باسم شقيقتها أعتقد. نعم اسمها إيمان إبراهيم خضير. نعم ها نعم 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 تقول أنا موجودة يا دكتور أنا حنان. دكتورة إيمان إبراهيم خضير دكتور ما أدري يعني إنه الاسم غير مطابق. نعم غير مطابق. نعم ها تكتبر ما سمعته الان. السلام عليكم دكتور. اهلا دكتور. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا. دخلت عن طريق لابتوب دكتوره ايمان. نعم نعم حياك الله وبياك. الله محييك دكتور الله يخليك. فنرحب بالدكتوره بست حنان المدرس المساعد من مديريه تربيه نينوى وبحثها الموسوم التجديد الفني في شعر بشار بن برد بن برد. فنرجو من ست حنان قراءة بحثها، والمدة الممنوحة لك هي إعطاء ملخص ثم التوصيات أو الخاتمة. بارك الله فيك تفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. نعم دكتور. ست حنان ابتدي يعني بسيرة ذاتية بسيطة. سيرة ذاتية نعم يعني. تعريف عن اسمك ومكان عملك. نعم المدرس المساعد حنان إبراهيم خضير مدرسة في مديرية تربية نينوى. يسعدني ويشرفني الانضمام إلى جامعة تكريت كلية التربية للعلوم الإنسانية بمؤتمرها 12 الموسوم العلوم الإنسانية ورصانة البحث العلمي رؤى وتطلعات. طبعا في البدء يا ريت بس يعني مشاركة الملف. نعم سام محمد بارك الله فيك. نعم طبعا البحث الموسوم التجديد الفني في شعر بشار بن برد المولود سنة 96 هجرية والمتوفى سنة 168 هجرية. طبعا استاذ دكتور لياس الملف ما تشير عندي دكتور رفعت عرض شاشين دكتورة. تمام ثواني هسه اكمل. تمام عشتي دكتورة تفضل. تمام طبعا قضية التجديد الفني يعني ليست بالجديدة، فهي يعني مثل الشعر العربي فهي موجودة منذ العصر الجاهلي، لكنها نشطت وازدادت في أواخر العصر الأموي وأول العصر يعني بداية العصر العباسي، وهو العصر طبعا بشار يعتبر من مخضرم العصرين الأموي والعباسي. طبعا تمت هذه الدراسة بالاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي إلى جانب المنهج النفسي. إذا انقسمت هذه الدراسة على 3 محاور، هي التجديد على مستوى اللغة الشعرية، والتجديد على مستوى الصورة الشعرية، والتجديد على مستوى البنية الإيقاعية. هذه المستويات 3 التي يعني تقع تحت مسمى البناء الفني للشعر العربي. طبعا في البدء التجديد لغة واصطلاحا لا بد من التعرف عليه. التجديد لغة مأخذ من الفعل جدد يجدد، وتجدد الشيء صار جديدا أي حديثا، وهو معروف لدى يعني الكثير. أما التجديد اصطلاحا فداخل تحديدا داخل الحقل الأدبي، فهو خلاف التقليد الذي سار عليه الشعر مدة طويلة من الزمن. والتجديد يعني الذي يقصد به داخل الحقل الأدبي هو التغيير والإتيان بما هو حسن، وإعادة صياغة التيار القديم بما يتناسب مع أجواء الحياة الجديدة. معروف أن الحياة في العصر العباسي هي حياة جديدة تنوعت وتعددت على مختلف الأصعدة، سواء كان يعني الصعيد السياسي، الصعيد الاجتماعي، الصعيد الثقافي، وهذا ما انعكس على الشعر، بما أنه الشعر هو تعبير عن الحياة.
وهذا التجديد طبعا يعني يهدف إلى التميز والإبداع، وهذا ما عرف به الشاعر بشار بن برد الذي اخترنا يعني موضوعا لهذه الدراسة. طبعا بشار بن برد من الشعراء المجددين في العصر العباسي بإجماع النقاد والباحثين، فهو في أول مراتب المحدثين من الشعراء المجددين، وقد فضله الأصمعي على شعراء عصره لأنه سلك طريقا لم يسلك وأحسن فيه وتفرد به، وهو أكثر تصرفا وفنون الشعر. وعده الباحث شوقي ضيف زعيم المحدثين لأنه أسس لنفسه طريقا جديدة ومتميزا في القول الشعري، واعتمده مع أصحابه حتى عد من أوائل المتفوقين فيه. ذلك النهج الذي يقوم على أساس الجمع بين الأصول التقليدية للشعر العربي وبين البيئة الحضارية الجديدة من جانب آخر. ندخل بمستوى تجديد الشعر يعني البناء الفني للشعر بشار بن برد على مستوى اللغة الشعرية. طبعا هو استخدم كثير من الأساليب والألفاظ العامية التي لم يستعملها سابقا في العصر الأموي. فمثلا قوله البيت الشعر الشائع: الربابة ربة البيت تصب الخل في الزيت لها عشر دجاجات وديك حسن صوتي. في هذا البيت عمد بشار إلى هجر الألفاظ الجزلة التي استعملها في الكثير من قصائده، واستبدلها بألفاظ سهلة ميسورة تناسب ذوق عامة الشعب الذين خاطبهم في العديد من أبياته الشعرية. أما التجديد على مستوى الصورة الشعرية فقد زخر ديوان بشار بنماذج تصويرية كثيرة، منها ما هو تقليدي، لكن هو جاء بنماذج تصويرية جديدة ناسبت الحياة في العصر العباسي. فمثلا اللون الأسود وهو اللون المعروف في الشعر العربي يعني له دلالة سلبية مرتبطة بالعتمة والكآبة والتشاؤم، أخرجه إلى دلالة إيجابية مرتبطة بالحسن والجمال، جاءت مثلا في قوله متغزلا بأهدى الفتيات: وثقال الأوصال سربلها الحسن بياضا والروقة البيضاء، ولها وارد الغدائر كالكرم سوادا قد حان منه انتهاء. إذ يجمع في هذه الصورة بين اللونين المتضادين الأبيض والأسود لينقل لنا الصورة الجمالية لأحدى الفتيات التي أغرم بهن، فيشبه ضفائر شعرها المنسابة بعناقيد العنب الناضجة، فيبرز جمال معشوقته البيضاء باجتماع اللون الأسود يعني من خلال اجتماع الضدين اللذين اختارهما. أما التجديد على مستوى البنية الإيقاعية فمثلاً مال بشار إلى استعمال الأوزان الإيقاعية القصيرة يعني مثل الهزج والأسير الهزج المجزوء، مثل قوله في فتاة اسمها طيبة: ألا يا طيب قد طبت وما طيبك الطيب، ولكن نفس منك إذا ضمك تقريب. كما طال التجديد الجزء الآخر من البنية الإيقاعية في شعر بشار وهو القافية، فاستعمل واشتهر باستعمال المزدوج والرباعيات والمخمس، مثل قوله أيضا البيت الذي ذكرناه في أول البحث: رباب ربة البيت تصب الخل في الزيت لها عشر دجاجات وديك حسن الصوت. في الخاتمة طبعا لابد من يعني ذكر أن التجديد قد نال البنية الفنية لبشار على جميع الأصعدة، سواء ما تعلق باللغة والأسلوب التي تدخل ضمن المحور الأول، أو ما تعلق بالمستوى الثاني والصور الشعرية التي أفصحت عن الخيال الخصب والذكاء المتقد الذي يمتلكه بشار. كما نالت طبعا موسيقى شعره وزنا وقافية، فمثل ما ذكرنا استعمل الأوزان القصيرة والمزدوج والرباعيات المخمس على مستوى القافي. كل هذا طبعا يصبح شعره أكثر طواعية ومناسبة للغناء التي دخلت أجواء القصور والعامة بان العصر العباسي. شكرا لحضراتكم،
ويشرفني ويسعدني مرة ثانية الانضمام إلى حضراتكم في هذا المؤتمر العلمي. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. بارك الله فيك ست حنان على هذا اللقاء الجميل والرائع في بحثك الموسوم التجديد الفني في شعر بشار بن برد. والآن نترك الميكرو للسادة الحضور لطرح الأسئلة على السيدة الست حنان في بحثها المذكور. بارك الله فيكم. فليتفضل الحاضرون إذا كان هناك أسئلة يودون طرحها على ست حنان. بارك الله فيك. أرجع أعزائي المشاركين، بالنسبة للرابط الحضور ينشر في نهاية المؤتمر إن شاء الله، والشهادات مجانية للجميع لكل من يسجل. لكن الآن إن كان بكم أسئلة بارك الله فيك سيد محمد. نعم تفضل. عندكم أسئلة فتفضلوا. إذا لم تكن هناك أسئلة سأقوم بمداخلة. أستاذ أحمد عبد الله لو رب ما يعني أحببت سيد محمد أرجع لي إلى الملخص. نعم أستاذ أحمد عطا الله. هناك مداخلة؟ نعم أحمد عطا الله سواء نعم أستاذ أحمد تفضل. أستاذ أحمد عطا الله أهل جد. نعم السلام عليكم والحضور جميعا. طبعا شكرا دكتور أيمن تفضل. طبعا أنا طالب من طلاب جامعة كوكريت أحد أحمد عطا. نعم دكتور أحمد عطا حياك الله تفضل. تفضل اليدي. نعم دكتور. دكتور السؤال، بشار بن برد عد من زعماء الشعراء المحدثين، هل هنالك من علل هذا المقام، او هل وضعوا اسس محدده، ام هي مظاهر عامه يكتشفها الباحث من خلال قراءه ودراسه شعره؟ أحمد ابني ماذا تقصد بالمحدثين؟ يعني المحدثين في يعني بشار؟ نعم تجيبك ست سرى ست حنان عفوا تجيبك ست حنان. سيد محمد هات الصوت لست حنان. بارك الله فيك دكتور. كان مفعل أديك يعني ست حنان، لكن لم يعني من غلط أسوء أم لا. ثواني دكتور. الآن دخلت بالإيميل. بإيميلها شخصي دخلت تقول يا طبعا. دكتور يا ريت تفتح المايك أنا ست حنان. نعم مبارك الله فيك. دكتور لم أجدها صراحة. إيه نعم تمام دكتور العفو. الآن المسؤولية. نعم دكتور معك. سيد حنان سمعت السؤال؟ لا والله يعني ما كنت منتبه لأن دخلت على ما دخلت من الموبايل. الدكتورة إيمان هسه حاليا يقول يعني مشاركة يقول السائل نعم. نعم يقول السائل يعني نعم. كما فهمته يعني ماذا جعل مثلا بشار بن برد مثلا زعيم المحدثين يعني في زمنه، يقصد يعني ما هي الأسباب نعم. التي جعلت النقاد يذهبون إلى هذه النظرة؟ تفضلي بارك الله فيك. تمام دكتور. طبعا أكيد دكتور هي نظرة الباحثين والدارسين إلى شعره يعني لم تكن اعتباطية، وكل دارس يعني
معين يجد من تميز في هذا العصر بمثلا يعني بشيء معين. فبما انه هذا العصر العباسي يعني عرف بالتجديد الفارط والمفرط على مستوى الشعر، فهناك العديد من الباحثين والدارسين من تلمسوا هذه التجديد وهذه الطفرة الخاصة في عدد معين من الشعراء، فجعلوا بشار بنبرد يعني على رأس هؤلاء المجددين لتميز شعره، ولكنما الشعر الذي قاله في العصر العباسي، لأنه هم مخضرمي العصرين يعني الأموي والعباسي. بارك الله فيك. سؤال أيضا مداخلة، ما الذي جعل بشار يعني يصل إلى هذا المستوى من الحداثة في شعره؟ هل هناك شيء أنت ذكرتيه في نهاية ملخص بحثك؟ نعم، طبيعة الحياة في العصر العباسي دكتور. بعد غيرها اللغة الشعرية هذا شيء مهم. اللغة الشعرية دكتور. نعم. لا دكتور، يعني بعيدا عن هذه المجالات، يعني ايضا لغرض المناسبة او التميز في عصره عن الغير من الشعراء، وهو ذلك الشاعر الأعمى الذي لديه عقدة لازمته منذ طفولته وحتى يعني منذ نعومة أظافره وحتى حتى مماته. نعم نعم. فهذه أيضا أنا عندما أتكلم على اللغة الشعرية أقصد الشاعر يستطيع أن يوظف الكلمات والألفاظ في أماكنها، يعني اللغة الشعرية هي التي أوصلت بشار بنبرد إلى هذه المكانة، بما أنني أدرس مادة دراسات أدبية لغوية. نعم. نعم بارك الله فيك. طبعا. نعم. هل هناك أحد الحضور؟ نعم دكتور ريما. أحد الحضور اسمه أستاذ علي، عنده مشارك يعني ما بغض على عام فلت، لكن يقول أنتم دخل أستاذ علي ولي. علي إيش؟ علي ولي. نعم أستاذ علي، أستاذ محمد، شوف أستاذ علي ولي فليتفضل إذا كان هناك سؤال يود طرحه على ستي حنان. بارك الله فيك. عفوا دكتور، بارك الله فيك. أفتح عن من الآن؟ أستاذ علي عنده مداخلة أظن. دكتور بعد إذنك أفتح عن أستاذ علي. نعم تفضل. تمام تفضل أستاذ علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال مباشر. شكرا جزيلا على هذه. صوتي واضح إن شاء الله؟ نعم واضح تفضل. بس أريد أطرح سؤال على الأخت الباحثة، ذكرت المقالات اللي لبشار بن برد، هناك يعني لم تتطرق إلى موضوع الرثاء، حتى أنه رثاؤه كان جميل جدا، وهو يقول في ابن قد مات عنده، أيضا قال فيه بيت شعري: وقد كنت أرجو أن يكون محمدا لنا كافيا من فارس وخطيبي. طبعا هذه يعني لم تتطرق له للرثاء، فرثاؤه كان جميل جدا لبشار بن برد، وأيضا كانت له حتى أنه في بعض الأحيان كان هناك من رثى بشار بن برد، ويقال أنه لما رثى بشار بن برد قد بكى، رثاه أحد الشعراء وقد بكى حين يعني قال فيه صفات دلت على ضعف بصره، يقال حتى أنه بشار بن برد قد بكى. وشكرا جزيلا لحضراتكم. نعم دكتور. حنان الإجابة على. نعم. بارك الله فيك. شكرا للأستاذ علي على هذا السؤال، لكن نحن تطرقنا طبعا بشار بن برد نعم متميز، ولولا تميزه في هذه الدراسة، لكن قضية الرثاء وقضية المديح
هي الهجاء وهو يعني شاعر معروف خمسينية؟ أنا لم أتطرق شنو؟ حتى أنت بس أنت؟ إيه إيه خلص أمي أخذتو اللغة والصورة والبنية الإيقائية لم أتطرق إلى الأغراض الشعرية التي تناولها بشار في شعره. تمام بارك الله فيك. وفيك مداخل مداخل الدكتور صادق إذا سمح لي. تفضل دكتور. نشكر المدرس المساعد حنان على هذا البحث القيم والطيب واللغة السليمة وتراو المنهجية الجيدة. ولدي بعض التساؤلات والمناقشة مع الست حنان إذا يعني حبت ذلك. تفضل دكتور بارك الله فيك تفضل. هي تقول عنوان الورقة أو البحث هو التجديد بشار لديه مداخلة تفضل. اسمعين الآن الصوت واضح دكتور واضح الصوت نعم نعم واضح دكتور واضح تفضل دكتور. عنوان التجديد الفني في شعر بشار بن برد. السؤال هو يعني هل هو هذا التجديد أوجده بشار بن برد أم كانت هي خصائص العصر الذي عاش فيه بشار كان هناك تجديدا وانعكس وتجسد هذا التجديد في شعر بشار؟ هذا السؤال الأول. من هذا من إجابة هذا السؤال يعني تنشأ سؤال آخر بعد أن تجيب. أنا من أحبة لو يكون الأمر مناقشة بيني وبينها لنصل إلى فائدة. أجيبك دكتور على السؤال الأول. نعم دكتور. أمر التجديد الفني مثل ما ذكرت في بداية الإلقاء أنه لم يكن جديداً ولم يكن طارئاً على العصر العباسي. التجديد في الشعر العربي يعني هو قديم قدم ظهور الشعر منذ العصر الجاهلي. فنرى ذلك واضحاً من التجديد في وصف الشعراء للخمرة وأدوات الشرب ومجالسها. لكن هذا التجديد كان طفيف ليس له تاريخ منظم. لكن والتجديد أيضا استمر مع العصر الإسلامي كان معظمه يدور حول غرض الهجاء. ولكن أيضا هذا التجديد يعني لم يكن منظم. التجديد استمر مع العصر الأموي أيضا لكنه نشط وازداد مع الحياة الجديدة التي يعني طرأت على العصر العباسي مع ظهور القصور وما فيها. بالطبيعي أن العصر الجاهلي الشعراء كانوا والعصر الإسلامي وحتى في العصر الأموي الشعراء كانوا يعيشون يعني الحياة الصحراوية البدوية. حتى في العصر الأموي بدأت الحياة تتغير على العصر الرابع العصر الأموي ولكنها ازداد التغيير في العصر العباسي. فنشر يعني ظهرت القصور وما فيها من أدوات وازدادت الخمرة وشاع الغناء والتغزل بالفتيات والتغزل بالذكر. فهذا هو السبب يعني نشاط التجديد الفني. حتى بشار كان مجددا في العصر الأموي لكنه ازداد تجديدا ورغب بالتميز في العصر العباسي. تمام. هو القصد حنان انه نعم. عنوان يعني ادور حول العنوان نعم. نحن اذا عندما نقول التجديد الفني لشعر بشار بن برد كانه نقول ان هناك تجديدا وجد عند بشار وأخذ هذا التجديد وعمم على سائر الشعراء في عصر بشار. بينما هو الصواب أنه هو التجديد الفني في بداية العصر العباسي بشار بن برد المدهن. يعني كان يكون العنوان أكثر دقة في عظم المادة العلمية. ومع ذلك يعني أنت لك المصور
لمحت له قبل قليل اشارتك في اجابتك فيه. بشار بن برد هو امام المولدين وهو يعد من المخضرمين لانه عاصر نهايه العصر الاموي مع بدايه العصر الاموي، لذلك هو يعد رائد التجديد. فان لم تكن كل المستويات التجديد هي يعني من بشار، الا انه يعد رئيس وراء الرائد الاول في التجديد في الشعر في عصره. فهذا كان القصيد من السؤال، ويعني اعود وافرغ شكري وامتناني على هذه الورقه البحثيه الطيبه. شكرا دكتور، شكرا شكرا لبديحك واطرائك. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمة الله، بارك الله فيك، جزاك الله خير، استأذننا على هذه المعلومات القيمة التي يستفاد منها الجميع، وبارك الله في الأخت ست حنان على هذا بحثها القيم. وإذا كان هناك أيضا سؤال من السادة الحضور فيتفضل برفع يده ليتسنى له إعطاء رأيه أو سؤاله إلى ست حنان، بارك الله فيك. فإذا كان هناك من السادة من حضور من يطرح سؤال فيتفضل برفع يده. موجود مثل اليد إذا أفتح المايك لديك دكتور سعد عبد اللطيف، يمكنك فتح الميوت. دكتور سعد عبد اللطيف. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا دكتور، حياك الله وبياك. بدأنا السيد رئيس قسم دكتور سعد عبد اللطيف الدبدوع، رئيس قسم اللغة العربية في كلية التربية والعلوم الإنسانية، حل علينا ضيفا فيتفضل مشكورا بطرح سؤالي، بارك الله فيك، جزاك الله خيرا. فأهلا ومرحبا بك دكتورنا العزيز. بارك الله فيك دكتور سعد، أشكرك. أحب أشكرك أنت ودكتور أيمن بالبداية على إدارة الجلسة، مميز لإدارة هذه الجلسة، جهودكم مباركة دكتور. وأرحب أيضا بالدكتورة سرعة والدكتورة حنان وأشكرهم على المشاركة، وأهلا وسهلا بهما. أهلا وسهلا بكم في الجامعة والكلية والقسم، وهذه كليتكم، بارك الله فيكم. مرحبا، نرحب بالاستاذ الدكتور سعد عبد اللطيف الدكتور رئيس قسم اللغه العربيه في كليه العلوم الانسانيه، وهو قامه علميه. اهلا بك دكتور في هذا الجلسه المباركه، وشكرا لحضورك ولكلماتك الطيبه. دكتور ننتقل لباحث آخر. نعم، إذا كانت موجودة دكتورة أسراء، أسراء وجيه خطاب، إذا كانت موجودة فتتفضل. سواءً دكتورة عن نفسها، إذا كانت في الرسالة مثلاً تقول أنا موجودة مثلاً إلى آخره، بارك الله فيكم. دكتور لم أجدها ضمن الحضور. تمام. دكتور سعد عطيف جدوع أعتقد عنده مداخلة، يقول انقطع النت ويعتذر، ربما عنده شيء يود أن يقوله. فامنحه الصوت صار محمد. دكتور سعد تسمعني؟ دكتور سعد عبد اللطيف؟ الو؟ نعم دكتور، صوت مسموع؟ نعم نعم دكتور، نعم دكتور سعد مسموع صوتك، تفضل. جيد، اعتذر عن هاي الاشكاليه اللي حصلت، شوية قطع النت، فأعيد الترحيب بالدكتورة سرى والدكتورة حنان، أهلا وسهلا بهما في جامعتهما، و...
كليتهما وبالتالي في قسمهما قسم اللغة العربية. فأهلا وسهلا وأبارك بجهود الأستاذ الدكتور أحمد والأستاذ المساعد الدكتور سعد على الإدارة المنمازة لهذه الجلسات الحوارية. لدي سؤالين أو سؤال واحد يشمل الاثنين معا، الدكتورة سرى أو أسراء والدكتورة حنان. عنوان المؤتمر هو البحث العلمي رؤى وتطلعات، فكان ينبغي التركيز على عنوان المؤتمر وكيفية يعني تطوير البحث في جانب الدراسات اللغوية والأدبية حتى نعرف ما هي الرؤى المتشكلة أو التي يجب أن تكون في الدرس اللغوي والدرس الأدبي. فحبذا لو وضحا هذه الصورة حتى تكون يعني هناك يعني فكرة جديدة من بثك عن هذين البحثين، وبالتالي المتلقي يفاد من هذه من هذين البحثين إذا كانت هناك إجابة وهناك نظرة ثاقبة من قبل الباحثتين لغرض التطوير والإضافات في منهج البحث والرؤى الخاصة بكل من الأستاذتين حتى يعني تكون أيضا ذات علاقة ومساس مع عنوان المؤتمر. هذا يتعلق بالاثنين. السؤال الآخر، أتصور يعني الخط المعقول الشاعر بشار بن برد هو كان مخالف للطريقة العربية في الشعر وكان لديه نفس آخر، وإن حسب هو من المولدين لكن كان ينبغي أيضا أن يشار إلى نوع من الصراع الحضاري بين الأمم. ما أعرف، الفكرة أكيد هي واضحة لدى السيد حنان، كان يعني تعرف النظرة اللغوية تختلف من حيث الجذور أن نظرة الشاعر العربي يعني نقول العربية القح كما يعبر. فبشار بن بورد هو يعني سليل أو وليد لحضارة أخرى حاول أن يختلف مع طريقة العرب في نظم الأشعار، لذلك هو خالف بناء القصيدة العربية القديمة واتجه نحو الاتجاه الآخر وكان يعتز بالحضارة التي جاء منها. وحبذا أن يعني تكون الإجابة من ست سرى وست حنان، وأعيد الترحيب والشكر للمشاركة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ودكتور سعد على هذه الأسئلة القيمة. فأرجو من أستاذ محمد منح الصوت للدكتورة سرى للرد على الأسئلة الطيبة من أستاذنا الدكتور سعد، بارك الله فيك. أستاذ محمد منح الصوت دكتورة سرى، بارك الله فيك. السورة تسمعين؟ ألو أستاذ محمد، إذا أمكن منح الصوت دكتورة سرى، بارك الله فيك. سمعني سر. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. عفوا دكتور، السلام عليكم. طبعا الرد على حول الكلام اللي انطرح حول اختيار العنوان، أنا ذكرت في البداية البحث أنه اختارت المحور الثاني
هو حول دور اللغة العربية في رصانة البحوث كما هو مثبت المحور. فحاولت أتصل مع أعضاء اللجنة لكن لم يكن مثبت رقم يعني للاتصال، فكان كل توقعي أنه حول كيف أبين أن اللغة العربية كيف كانت رصينة عبر التاريخ وعبر استشهادات الباحثين، وكيف أنها لغة سامية اتسمت بجملة من الأمور، من هذه الأمور أنها كانت يعني قواعد في الجملة الاسمية والفعلية ومتممات الجمل. فيعني كان فهمي لهذا المحور بهذه الطريقة. وطبعا العرض تعرفون السادة، يعني أنا الانترنت صراحة عندي كلش ضعيف، فحاولت أنه أوصل فد ملخص حول الفكرة، حول أن اللغة العربية هي لغة سيدة اللغات، لا نزال إلى اليوم هذه اللغة تعطي الكثير من المعارف موجودة في الجانب الفلسفي في الاجتماع في علوم مختلفة، لا أحد يستغني عن هذه اللغة. فحاولت أنه أبين يعني كان هدف بحثي هو حول أن هذه اللغة العربية أنها لغة لها مميزات كثيرة في مجال في جانب البحث الأدبي، سواء إذا كان في التاريخ في الفلسفة في الاجتماع. فكانت يعني هذه يعني توجهي يعني حول طرح الموضوع، يعني وإن شاء الله سوف يعني من خلال الاستماع للبحوث يعني سوف أعدل بعض الأمور التي طرحت لكي يكون كما ذكر الأستاذ الدكتور الفاضل يعني مناسب مع المحاور. يعني أعتز بهذه الملاحظة، بس صراحة أنا حاولت أنه يعني أتواصل حول هل أنه الأمر هكذا مطلوب في تقديم البحوث، وجزاكم الله خير. بارك الله فيك، جزاك الله خير. شكرا الله يحفظك، بارك الله بك، شكرا على الملاحظة أعتز بها، إن شاء الله أعدل البحث قبل أن ينشر. نعم بارك الله فيك. عفوا دكتور، أنا أشكركم. نستفيد ونحن أيضا في هذه المركبة أيضا نستفيد من أي ملاحظة تطرح أو نعم. فكرة. نعم شكرا. بارك الله فيك، جزاك الله خير، شكرا جزيلا، شكرا، بارك الله فيك. شكرا ست سراء، بارك الله فيك. نعم ست حنان موجودة؟ ست حنان نعم دكتور معك. تفضلي لطرح الأفكار من خلال أسئلة دكتور سعد، بارك الله فيك. نعم طبعا يعني شكرا للدكتور على يعني هذه يعني الملاحظه المهمه، لكن انا اردت التركيز على الجانب الايجابي من شعر بشار. من المعروف ان بشار بنبرد يعني عليه نظره سوداويه، فهو شاعر ماجن خليع طبعا يعني صاحب هجاء مقذع يعني، لكن لا ننسى أن كل إنسان خطأ وكل إنسان لديه صفات إيجابية. فيعني نحن لا نركز على الجانب السلبي فقط من شخصيته ونترك الجانب الإيجابي وتأثيره يعني المميز في الشعر العربي، على الرغم من أنه شاعر يعني توفي الزندقة، شاعر زنديق وشاعر ميال إلى يعني الحضارة الفارسية، لكنه ترك أثرا كبيرا واضحا في الحضارة العربية لا يمكن إغفاله. ولهذا يعني هذا اللي أردت يعني إثباته يعني من خلال هذا البحث. فكان التركيز على ليس الجانب الشعري المقلد في الشعر العربي، لكن أردت أن أثبت تأثيره الجيد والجديد الذي برز في الشعر العربي. فكان له أثر يذكر وهو منتمي إلى الحضارة الفارسية كأثر ابن تمام في الشعر العربي، وهو شاعر عربي أصيل. شكرا دكتور. نعم بارك الله فيك، جزاك الله خير. شكرا موفق إن شاء الله، ولا مزيد من العطاء للرصين إن شاء الله. توفيق. بارك الله فيك. بارك الله فيك، جزاك الله خيرا.
ست حنان على هذه الردود الطيبة وأضمن أسئلة هذا المجال وهو تخصصه أيضا الأدب العربي ونقده. نعم سيدة بارك الله إذا بارك الله فيك. إذا كانت هناك أسئلة أيضا نستقبلها لطرحها على السادة الباحثين. بارك الله فيكم. تفضل رقم 84-0. نعم الرقم تفضل. نعم تفضل أستاذ. طب هذاك من داخله انت دكتور. ننتقل لباحث اخر اذا ممكن. دكتوره اسراء وجي خطاب موجوده. الدكتوره اسراء وجي خطاب موجوده فتتفضل. لا يوجد دكتور أسراء وجي خطاب إلى حد هذه اللحظة. الدكتور هو الوقت شاف على الانتهاء. نعم أيضا نعم. أسراء ما حضر. الدكتور موجود غير موجود. غير موجود نعم. نعم. ف كما ترى دكتور. دكتور إذا سمح لي أرحب دكتور سعد. نعم دكتور سعد عبد اللطيف الدروع يعني رحبت فيه لكن هو كان هناك اشكال عنده في النت رحبت فيه. دكتور سعد عبد اللطيف رئيس قسم اللغه العربيه في كليه التربيه من سنتين جامعه الكويت وكنا هو يعني قامه علميه في تخصصه هو مقامه علميه ورجل معطاء نشرته بالخير والصلاح وشكرا لحضوره ولمداخلته. بارك الله فيك. كما نشكر الأستاذ المساعد الدكتور سعد على الإدارة الجيدة وحسن إدارته وكذلك الأستاذ محمد أتمنى له الموفقية وأن نراه قريبا إن شاء الله في بين زملائه في قسم اللغة العربية بعد أن تم دراسته وشكرا لكل ما قام به من جهد فني لخير الجلسة على وفق ما يجب أن تكون عليه. هذه الجلسة كانت ثرية بالعطاء العلمي بما قدموه الباحثين وكنا نتمنى أن تكون الأستاذ المساعد الدكتور أسراء موجودة بيننا لكن لا نعلم ظروفها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقها و إن شاء الله العذر. وأعتقد أنه مرت ساعة وأكثر من ساعة على الجلسة لم يعد هناك يعني مشوق أن ننتظر أكثر من ذلك. نعم أول أمر إليك دكتور. نعم دكتور بارك الله فيك وجزاك الله خيرا على هذه الكلمات الطيبة النابعة من قلب طيب أصيل. بارك الله فيك جزاك الله خيرا. أعزائي الحضور بارك الله فيكم على حسن استماعكم وأيضا إلى سادة المشاركين كل من الدكتورة سرى من الجامعة العراقية وست حنان من مديرية تربية نينوى فشكرا لكما على هذه الكلمات التي يلقيتموها في بحثكما وبارك الله ونتمنى لكما أيضا مزيدا من التقدم في قابل أيامكما. وأيضا الشكر إلى أستاذ محمد القائم على هذه المحاضرة من الجهد الفني بمثلة برئيسها الأستاذ دكتور الرعد وعميد كلية التربية للعلوم الإنسانية الأستاذ دكتور سعد. وأيضا موصول الشكر موصول إلى سادة أعضاء اللجان العلمية في رؤساء الأقسام كليات التربية فبارك الله فيكم وجزاكم الله. نهاية هذا اللقاء الطيب معكم بارك الله فيكم.
جزيل الشكر والامتنان إلى كل من دكتور سعد ودكتور أيمن على إدارتهم لهذه المحاضرات وهذا المؤتمر. جزيل الشكر لكما، بارك الله في جهودكما للنبذون في إنجاح هذا المؤتمر، بارك الله فيكم. وأيضا الشكر موصول لكل من حضر هذا المؤتمر وجميع نشاطات مركز تعليم مستمر وكلية التربية للعلوم الإنسانية. نلتقي في أنشطة في قادم الأيام إن شاء الله. بارك الله فيك دكتور سعد بريمان، بارك الله فيكم. بارك الله فيك، جزاك الله خيرا، بارك الله فيك، جزاك الله خيرا. بارك فيك، بارك فيك، تصبحون على خير. وأنت بخير، وأنت بخير، يا أهلا وسهلا. حياك الله وحياك. الله يعافيك. الله يعافيك. ورحمة الله وبركاته. بإذن الله. أعزائي الحضور الكرام، هل الجميع قام بالتسجيل قبل مغادرة المنصة؟ إذا ممكن اكتب لي الرسالة التي تظهر لديك عند الضغط على الرابط. أستاذ شيماء، إذا ممكن الرسالة التي تظهر لك عند الضغط على الرابط، ماذا يظهر بالتحديد إذا ممكن كتابة المشكلة؟